ولكن زينب، بالآونة الأخيرة شفنا العمل التطوعي وكثير من الفرق والجمعيات عم تشتغل على أرض الواقع. مع كل يمكن بداية عام دراسي جديد، هي الفرق بتنشط على أرض الواقع بشكل كثير كبير. منا فريق عطاء التطوعي مع بداية العام الدراسي، حملة رح ننجح هي الحملة لتجهيز الطلاب وتأمين المستلزمات المدرسية لهم في ظل الغلاء يمكن اللي عم نشهده بالفترة الأخيرة. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع الأستاذ هاني العسلي، مدير التنفيذي لفريق عطاء التطوعي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني أول ما نحكي عن هيك إنه قد إيه في فرق تطوعية واقفة بالأزمات حد السوريين والسوريين مع بعضهم، بيكبر قلبنا. قبل ما نفوت فورا بالأسئلة، هذا واجبنا قدام المجتمع. فخلينا نتعرف أول شيء على فريقكم وشو هدفكم، يعني إنه شو كان الهدف من تأسيس هذا الفريق؟ فريق عطاء هو مجموعة شباب وصبايا، كانوا مجموعة رفقات نزلوا مع عدة مبادرات ليشاركوا. بأول مبادرة انطلقنا فيها هو كان ب 2016 كان التاريخ، هو عبارة عن كانت طبخ وطبخ مع مبادرات ثانية، بعدين صارت عن العيد، فطلعوا الفريق قرر انه يسمي فريق عطاء رمضان، بعدين عطاء العيد، بعدين صرنا فريق عطاء تطوع. عطاء لحاله، عطاء بلا حدود. بلا حدود. هدفنا هو هدف المجتمع طبعا، بكل فئاته، من طفل لسيده لرجل لاي شيء، حتى الاطفال بكل انواعه، وخصوصا كان عندنا كثير تجارب مع ذوي احتياجات خاصه. بالاضافه لنشر مفهوم التطوع عند الشباب والصبايا. طيب خلينا نحكي عن حملة رح ننجح. مع بداية العام الدراسي بتلاقي فعلا جميع الفعاليات والنشاطات بتوجهها للطلاب اليوم، وعم نشهد غلاء نوعا ما غير مسبوق بالأسواق. هدف الحملة فينا نقول تجهيز الطلاب من المستلزمات المدرسية. خلينا نحكي عنا شوي عن هيدا المشروع، وقديش فعلا عم تحاولوا كل سنة يعني توصلوا لأكبر عدد من الناس. رح ننجح هي كانت اول شيء بصراحه كانت ب 2016، كانت من حق اطفالنا انه يتعلموا. جمعنا قرطاسيه مع فريق عمرها وقتها، فطلعنا هلا بمبادره كفريق لحال، تمام، عباره عن بدنا نجمع قرطاسيه، تمام. بصراحه بما انه نحن فريق تطوعي وليس فريق وليست جمعيه يعني، فنحن ما بيحق لنا انه نجمع نقدي. فطلعنا فكرة انه نحن موجود 24 نقطة بالشام، من مكاتب حتى في بعض المحلات الموجودة على الشارع العام، ما في مكتبة. اقترح مثلا محل موبايلات انه انا بحط عندي صندوق، تمام، ليش ما اكبر قدر ممكن من القرطاسية، بالاضافة ل 24 نقطة بالشام و 12 نقطة بحمص. هي الفعالية موجودة بالشام وبحمص. طيب خلينا نعرف الفئات المستهدفة، كيف كنتوا مثلا ترتبوا الأولويات، وخاصة أنه أنتوا قمتوا بحملة على السوشيال ميديا لاستقطاب كمان بعض يمكن المساعدات، أو حتى أنه الناس تعرفوا من هن ترتبوا أولوياتكم. تمام. نحن كان عندنا استقطاب كبير عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق كثير مشاركات من أشخاص مشهورة، من فنانين، من شخصيات مشهورة مجتمعية شاركت معنا. وأطلقنا تحدي أو دعوة، ما حنقول تحدي لأنه التحدي كلمة صعبة شوي أو بتكون قاسية على البعض، دعوة من أصدقاء لبعض أنه يدعوا بعض لنقدر نجمع أكبر عدد ممكن من القرطاسية. جمعنا أكبر، عم نجمع أكبر قدر، لساتنا مستمرين بطريقة الجمع. الفئة المستهدفة هي عبارة عن شام وريفة أو حمص وريفة، هن الأطفال المحتاجة أكبر ممكن. طبعا مشكورة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل دمشق وحمص والوزارة، طبعا هي اللي عم تساعدنا بتحديد الفئة المستهدفة. بالإضافة إنه نحن في خطة هلا جديدة إنه نحن ممكن نفوت لبعض المدارس، تمام، عم ننسق مع مديريات كمان التربية نقدر نفوت على هدول المدارس. خلينا نحكي يمكن قديش في تفاعل معكم عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق نقط التوزيع، قديش ناس يمكن نحن ربينا على هي الثقافة من زمان، يعني عمل الخير معروفين من أجداد أجدادنا، بتلاقي عمل الخير حتى بالسر بيكون، بتلاقي أهالي الحارة بيساعدوا بعض. قديش فعلا هلا مع تطور التكنولوجيا، مع تطور العصر، قديش عم تلاقي العالم في تفاعل معكم، قديش في ردود أفعال نوعا ما فعلا
بتلاقي الواحد بده يساعد المحتاج. هلا بصراحة في كثير كانت في عنا يعني مبادرات من أشخاص كانوا بيشوفوا مثلا شخص أو شخص مشهور تبرع بهذا الشيء أو شيء، فدغري عن طريق صفحته للشخص بيتواصلوا معنا إنه أنا حابب أتبرع، شو الطريقة أو شيء، ممكن نحن عن طريق التليفون أو عن طريق صفحة الفيسبوك نحن نتواصل معه مباشرة. تمام، وقت نتواصل معه مباشرة بنلاقي في مكان معين او شيء بناخذ منه القرطاسيه اللي متبرع فيها، او في عن بس طريق كان في تفاعل نوعا ما، في تفاعل كبير كان يعني عمل لك من هي من اشخاص، بالاضافه في شركات هي دعمتنا وموجوده معنا كداعمين، وبالاضافه لفي في اشخاص ومسؤولين عن اصحاب شركات ما ردت تذكر اسمها. يعني انا بتبرع بهذا الشيء بس انا بدون ذكر اسمي. يمكن هذا احسن شيء عملوه، خلينا نقول، لانه الخير ما بده اعلان او هيك يعني ضرب منيه مثل ما بيقولوا، انه صارت الناس تتحسس من هذا الموضوع. خلينا نحكي شوي اليوم عن انتم كحمله استهدفتوا، قلت لي دمشق ريفه حمص وريفه، يعني تمام تقريبا في مساحه كبيره عم تغطوها، باقي المحافظات هل في خطط لحتى انه توصلوا لها؟ هلا انا هلا فريق عطاء من 2016 بالشام، تمام، صار له تقريبا سنه ونص بحمص، تمام، ما عندنا مانع اذا نحن قدرنا نفتح حدا تواصل معنا نقدر يكون يعني مجموعه شباب متطوعين من غير محافظات، متطوعين غير محافظات لنقدر نحن يكون عندنا فريق. بتمنى فعلا، اكيد وفي فكره حدا تواصل معنا من جديد بحلب ممكن نحن قريبا ان شاء الله. ايه بس مفتوحه يعني باي منطقه ممكن نحن فينا نخدمها، نحن جاهزين للتخديم. خلينا نحكي، انتم مجموعه من الشباب السوري يعني عم يشتغل على الارض ضمن الامكانيات فينا نقول المتاحه، قديش فعلا اليوم هي ثقافه التطوع اللي انتشرت بالازمه بشكل كثير كبير، انتم كشباب اليوم قديش فعلا عم تواجهوا نوعا ما صعوبات؟ يمكن هلا الموضوع صار بالنسبه لكم اسهل، رده فعل الناس هي اللي بترسم البسمه على وجهكم، تعطيكم حافز اكبر لانكم تكملوا. هلا البسمه بدها تيجي من بعد التنفيذ تماما، دائما يعني نحن وقت انا وقت اللي بشوف طفل مبسوط، سيده مبسوطه، اي شخص المستفيد هو مبسوط، هو مرتاح معي، فانا بنسيني تعب الست اشهر مثلا عم اشتغل او الفتره الماضيه. الصعوبات هي صعوبات الاكثر شيء، بما انه نحن بصراحه نحن مبادره، نحن فريق وليس جمعية، فنحن أكثر 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 نقطة صعوبة هي صعوبة التمويل، المساعدات. تمام، يعني أنا بدي أسوي فكرة لأطلع فيها إجباري إلى مصاريف وإلى هدو، فصعب نلاقي أشخاص كثير دائما داعمين لنا. تمام، بدنا نضل عم نتواصل مع أشخاص ونبحث عن شخص ليأمن. في مشروع أنه يكونوا جمعية يعني؟ طبعا طبعا طبعا. هلا نحن هلا حاليا نشكر الدكتوره راما زريق سفيره النوايا الحسنه، هي اللي محتضنتنا، هي المسؤوله عنا كقانونيا. وهلا في فكره انه نحن لاتجاه مؤسسه او جمعيه. جمعيه مرخصه، نعم. طب خلينا نحكي شوي كمان، هلا عم نشتغل بمنح القرطاسيه لانه هلا الازمه الحاليه ازمه مدارس ومونه واجوا كله مع بعضه. تمام، المرحله الجايه ممكن تفكروا بشيء ثاني تبعا للاحوال اللي بتصير بسوريا؟ هلا بصراحة ما فيني أجزم هذا الشيء، لأنه أنا بسبب شهر 3 كان عندي فعالية كنت عم بحضر لها. يعني في فعاليات بتحضروها؟ تمام، هلا بشهر 3 قبل العيد قبل كذا. تمام، نحن على مدة ثلاث سنين سوينا فعالية نفرح سوا، هي عيد الميلاد وراس السنة، هي عبارة عن بابا نويل. هلا أقرب شيء. تمام، في كانت للأسف ما حنقدر نساويها هي السنة كمان، ثلاث سنين الماضيين كانت أول شيء أنت الحياة، بعدين فيكي تنتصي على السرطان ماراثون توعية سرطان الثدي. حلو. تمام، يعني في عنا كان بشهر 3 مو الماضي يعني اللي قبله، كانت في عنا بمناسبة اليوم العالمي لأطفال الداون عرض أزياء. تمام، فهدول يعني نحن في عنا مناسبات فعالية ثابتة تقريبا أو شيء في يعني تكررت وصارت تقاليد بالنسبة لنا. تمام، بس نحن للأسف هاي السنة ما عم نقدر نشتغل كثير بسبب وضع كورونا. صحيح، آلية عملكم يمكن تغيرت، يعني هي الصعوبات نوعا ما اللي بتواجهكم، حددت الشغل بالنسبة لكم ولا حاولتوا تلاقوا طرق وحلول أخرى لأني أنا استمر بشغلي بس ضمن الإجراءات الاحترازية؟ هلا طبعا بدنا نشغل يعني بالإجراءات الاحترازية، وخاصة هلا حاليا يعني هلا مثلا التنفيذ يعني خلال أقل من 10 أيام بدنا ننفذ ونوزع القرطاسية، فبدنا نفوت على مدارس وبدنا نفوت على جمعيات، نستهدف 2500 شام و2500 حمص.
فهذا العدد كبير، تمام، ممكن نفوت على الصف نلاقي 50 طالب. صحيح. فنحن بدنا نكون محترزين. بالإضافة نحن في بالبال انه نحن وقت نقدم هالقرطاسيه نحن نعطي توعيه لهالطفل انه شلون يحمي حاله من الكورونا. يعني نحن بس مو فايتين، خلال توزيع نحن مو المستلزمات، بس فايتين نوزع القرطاسيه، يعني توعويه توعويه بالنسبه للكورونا، تمام، شلون بده يحمي حاله، شلون لازم، شلون طريقه الوضع الكمامه، شلون التباعد الاجتماعي، بالاضافه لغير اجراءات. نعم، خلينا نحكي لك عن شو الجديد اللي عم تحضروا له كمان هلا. الاقرب شيء هلا انا عم نحضر له، انا بتمنى اذا في عندنا كانت اكيد اعاده نفرح سوا اللي وقفت لمده ان شاء الله سنه، يا رب. تمام، بالاضافه ل هلا ماراثون ما للاسف ما حنقدر نساوي بسبب اجراء بسبب كورونا. في بعض الفعاليات الغيت، يعني في فعاليات الغيت، بدنا نشوف الحاجه، بدنا نشوف يعني نحن بصراحه نحن مو بتطلع الفكره من شخص ولا شيء، نحن بنجتمع كفريق، تمام، وبيقترحوا كل واحد فكره، تكبر تكون الفكره صغيره، بتكبر تكبر تكبر تصير اكبر. طيب الختام يمكن لكل الناس اللي عم يتابعونا، لكل الشباب والصبايا السوريين اللي عم يتابعونا اللي حابين فعلا يكونوا بالعمل التطوعي، شو الكلمه بتوجه لهم من خلال عملك التطوعي؟ قديش فعلا اثر بشخصيتك على الصعيد النفسي وعلى الصعيد حتى المهني؟ قديش فعلا يكون في ايجابي من خلال مساعده الاخر، لو كان يعني في ظروف وضغوطات عم نعيشها، بس ممكن نلاقي جزء بسيط من وقتنا لنساعد الناس. هلا طبعا يعني كل الضغوطات ننساها وقت نشوف بسمه الاشخاص، تمام، فنحن انا بدعي اي شخص ولو عنده وقت فاضي صغير يتطوع باي فريق، وفريق عطاء مفتوح للجميع طبعا، عن طريق الصفحه بيتواصل معنا. يعني بيقدم ولو جزء بسيط من وقته، تمام، ما شغله هي التزام. فبيقدر يقدم هذا الشيء وبيحس فيه بعد فترة بيصير بيحس فيه. نعم، يعني بالختام ما فينا نقول لك غير انه العطاء هو عنوان المحبة، وان شاء الله هيك بالتوفيق لك ولكل الفريق. هيك شكرا. تحياتنا لكم، وان شاء الله هيك الفعاليات فعلا بتكون ناجحة وتحقق الأهداف على أرض الواقع. أكيد إن شاء الله. شكرا لك. لنشكرك الأستاذ هاني العسلي مدير التنفيذي لفريق عطاء التطوعي على وجودك معنا، تحية لكل الشباب المشاركين معكم بالفريق، وزينب بنوجه تحية لكل الشباب والصبايا السوريين اللي خلال الأزمة فعلا حاولوا يعملوا شيء ضمن الظروف والإمكانيات المتاحة. عمل الخير مستمر لكن ضمن إمكانياتنا. وهي نحن بيلبق لنا، نحن السوريين بيلبق لنا أنه نكون هيك ولاد أصول ولاد مجتمع، نوقف حد بعض. نور.